بداية تكون بالفريق الوطني العسكري للرمي الذي أحرز على 32 ميدالية، منها 11 ذهبية و10 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية. أدعو الرياضيين الآتية أسماءهم: المستخدم المدني المتعاقد دخلي العربي مدرب الفريق الوطني العسكري للرمي، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من لدن السيد رئيس الجمهورية. العريف الأول بوهام أحمد متوج بخمس ميداليات ذهبية وميدالية فضية في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق. يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية. العريف الأول مرايمي جلول متوج بميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق، يحظى هو الآخر بشهادة تقدير ومكافأة مالية. المساعد بو عبد الله بلال متوج بميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية. المساعد الرئيسي حمداوي زينب متوج بميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين و4 ميداليات برونزية في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق، تحظى هي الأخرى بشهادة تقدير ومكافأة مالية. المساعد الرئيسي طاهر أمينة متوج بثلاث ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق، تحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية. المساعد الرئيسي غول محمود متوج بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وميدالية برونزية في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. الرقيب الأول قد العود عامر متوج بميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية. المساعد الأول خوخي حسين متوج بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية.
الرقيب الأول بن شويطة محمد متوج بميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية. الرقيب الأول بركة سعيد متوج بميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية. الرقيب الأول بن عطية خير الدين متوج بميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية. المساعد الرئيسي العمري قارة متوج بميدالية ذهبية وميدالية فضية في الرمي بمختلف الوضعيات والمسافات وحسب الفرق، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية.